يا أهلا وسهلا، بما أني حاليا مرة رايقة وبسوي الدين ما حقت شعري، برجع أعيد بشكل مختصر للبنات اللي يسألوني كل الأسئلة. الديرما نوعين، أنا عندي هذه الديرما بين وهذه الديرما العادية اللي كل أحد يستخدمها. بنات كلهم نفس الشيء، نفس النتيجة. الفرق إن هذه أنا ماخذتها من العيادة، أعطوني إياها، وأصلا يعني بالعادة أنا قاعدة أستخدم اليدوية، فمجرد إنها أسهل لي هذه أستخدمها، ولا نفس النتيجة نفسها. إيش الأشياء اللي لاحظتها مع الدير؟ ما تدرون أنا متى بديت بالضبط بالضبط بالضبط؟ ما بذكركم، بس بداية الكورونا، هذا البداية اللي أتذكرها حتى من قبل الحجر، وسويت عنها درس كامل بكل التفاصيل بكل النتائج بكل شيء، وكانت تحت استشارة دكاترة أحسن، كانت تحت استشارة أحسن دكاترة الشعر. يعني مو على البركة مسويته، موجود مثبت على هايلايت انستغرام إذا تبون ترجعوا له. طب إيش الأشياء اللي لاحظتها؟ لأن كثير يسألوني، طب أنتي مرة تهتمين في شعرك، دائما تاخذين فيتامينز، إيش فايدة الديرما؟ أو إيش اللي لاحظت الأشياء اللي استفدتي منها بالديرما؟ أوكي، تعرفون مقدمة الرأس يمين ويسار، ما أعرف إيش اسمهم هذولي، الأجناب اللي لما تربطين شعرك كذا تحسين هذه الجهتين. في ناس مليانة غزيرة عندهم، وفي ناس خفيفة مرة، وفي ناس متوسطة. أنا من الناس اللي كانت شعري مرة غزير، بس سبحان الله هذول الجهتين يمين ويسار مو نفس كثافة باقي الشعر، أبدا مو نفسها، أبدا أبدا، يعني فرق. فهمتوا علي؟ فكنت دايما أركز عليهم بالديرما، فكنت أركز عليهم في الديرما، مع إني أحط ماسكات وكل شيء، لكن ليش أركز عليهم في الديرما؟ لأنه بنات النتيجة فرق وأسرع وكل شيء. يعني اوكي، كل الشعر انا احافظ عليه في الماسكات، اسشور مره كثير، دائما احط ماسكات ترطيب، احط صدر، كنت احط حنه، يحافظ لي على باقي الشعر تساقط وزي كذا، حتى المقدمه نفس الشيء. لكن لما اقول لكم على اشياء تنبت ومره مره مره تفرقين، يعني الحين لو اوريكم المقدمه وما في، تقولي لي مستحيل كان يعني خفيف يعتبر، فل 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 ومستمرة عليها. ليش؟ عشان أحافظ على النتيجة. ليش أقطعها دامنها شيء حلو؟ على الأقل لو في الأسبوعين مرة. فهمتوا علي؟ يوم شفت النتائج خلاص أنا مستمرة عليها، صرت مرة في الأسبوع، إذا مسافرة مرتين في الأسبوع، لكن ما أقطعها أبدا، ما أقطعها لحد الحين، ما قطعتها ولا مرة. كنت أحسها تعور بالبداية، بعدين تعودت عليها، صار أحسها كأنها تحك شعري من كثر ما أنها ما تعورني. طيب نجي عند الشيء الثاني، بالانستغرام ترى كل شيء، كل التفاصيل، وحتى كيف تسوينها بالفيديوز، انواع السيرمز. شوفوا، في انواع مره كثيره. طيب في اشياء طبيعيه للي تبي طبيعي، مثلا صبار، زنجبيل، جرومي، البخاخ الاسود، هذه الاشياء الطبيعيه اللي تبغين تستخدمينها. طيب نجي عند الاشياء اللي تركيزها عالي، اللي تصير يعني مرخصه وزي كذا. افضل شيء جربته هذا، قد حكيت لكم عنه، لكن حاليا مو اعلان، واذا كان اعلان لازم اكتب اعلان، لكن مو اعلان، وانصح فيه من قلبي. فبحكم اني مجربه انواع كثير، حطيت فيه كثير مفضلات، يعني مو بس هو للامانه بايو لابس، في كم واحد بعد حطيت لكم موجود في الانستغرام، لكن بايو لابس مره نتائجه حلوة، يعني في وقت سريع تشوفين النتائج واضحة. أنا بس استخدمت هذا الوردي، في الأسود حق الرجال وزي كذا ما جربته، لكن عليه تجارب رجال، أنا ما عندي أحد جربه. فاللي مرة 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 حلو الوردي هذا حق البنات، يعني ممتاز مع الديرما قبلها، أصلا تجي معاها الديرما هذه. انهم كاتبين طريقة الاستخدام وكيف تستخدمينه، واهم شيء لما تستخدمينه ما تتعرضين للشمس. انا ما اتعرض للشمس ابدا. في عدد مرات تستخدمينه، لكن انا فقط مرة في الاسبوع، مرة في الاسبوع، مرة هو احطه، والايام الباقية احط جرومي او احط ارمانة او اي شيء ثاني طبيعي. فهمتوا علي؟ انه يحافظ وما يزيت الشعر، بس هذا لا، يخلي الشعر شوي اويلي، عرفتوا؟ لانه سيروم.
هذا هو سوى عليه كابتشر اذا تبغون تبحثون، وبس اذا يعني شوفوا النتائج احس بعد عليه واقروه وابحثوا، دائما دائما ابحثوا دائما، لكن نتائجه ممتازة. ما احكي عن اشياء شعر كثير خصوصا اذا كانت طبية، مرة اخاف، مرة 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 اخاف، الا اذا شيء مرة ثقة مرة كويس. طيب وين تلقون فقرة الديرما؟ لا تتعبين نفسك، بس ادخلي انستغرامي، روحي عند الهايلايت، لا تدوري حتى يوتيوب، كل شيء موجود. روحي الهايلايت، دوري كلمة ديرما، وينها وينها، اوكي هذا هي ديرما، هذه هي. طيب شوفوا ادخلوا كل شيء حتى للشعر مو بس وجه، ودي ازيد لها السيروم هذا اللي توه، مرة مرة قديم من أيام من بداية قلت لكم الحجر. السيروم حقي هذا بعد من الأشياء اللي مرة حلو، بس هذا للبشرة عموما. الهايلورونيك بشكل عام أخلطه مع كريم الترطيب، جربت إنه يكون وجهي رطب وأحطه، وجربت إني أخلطه مع مرطب البشرة. وش ناسبني أكثر؟ لما أخلطه مع المرطب مرة مرة ناسبني أكثر. يعني كل واحدة أحس تجرب على طريقتها، لأنه كثير يعني حبوه بس بوجهك مبلل ويحطونه، وناس يحبوه مع الكريم. الثاني بعد الأشياء الحلوة، ترى أنا فاضية وقاعدة أقول لكم عن كل الأشياء اللي قاعدة أستخدمها بما إني قاعدة أحطها. الفيتامين إيه هذا ممتاز ممتاز ممتاز، بغض النظر عن إنه للخطوط والنضارة وزي كذا، حبيته وفرقت مرة قبل الميك اب. أحط نقطة منه بعد الكريم الترطيب، نقطة حتى لو وجهك دهني، أحطه على بشرتي وأبدأ كونسيلر. أنا ما أحط فونديشن، فبس كونسيلر أحطه. بنات مرة فرق، مرة غير حتى عن كريم الترطيب، نقطة واحدة لا تكثرين. شوف بقول لكم على شيء مرة حلو، مرة 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 حلو. هذا تونر ما أخذته من باريس لما رحت، وهذا سويس لاين معروف، ما يشبهون بعض بالنتائج. هذا فيه نسبة تقشير بنات مو طبيعي مو طبيعي مو طبيعي. طبعا ما قد سمعت عن هذا البراند، بس أتوقع هناك في فرنسا مرة معروفة. لما دخلت زي مكان كذا حق سكين كير وكذا، كأنه صيدلية بس مو صيدلية، فقلت لها وش الأشياء اللي عندكم حلوة؟ قالت إن إحنا عندنا أحسن براند هذه، وتعتبر علاجية، فهمتوا يعني مرة قوية مرة مرة قوية. فقالت لي وش نوع بشرتك؟ قلت لها مختلطة. عطتني هذا التونر وقالت شوفي جربي، إذا ما طلبتي أونلاين على قولتها ما أفهم. عطت إسراء نوع ثاني غيري لأن بشرتها حساسة، يعني حتى مو لا تاخذون اللي مكتوب عليه 50 W، ترى لأنه يختلف على حسب نوع البشرة. في نسبة تقشير، أول ما أحطه وجهي يصير حار 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 حار، يعني حار حار مرة ويحمر. اليوم الثاني أقوم بشرتي خيال خيال، وأحط لها كريم مرطب وكذا. بالنسبة لهذا التونر، شوفوا هذه اسم البراند، سووا كابتشر عليها. طيب بصورها لكم بعدين سووا كابتشر. سويس لاين لا، إيش فكرتها؟ ما في تقشير ولا شيء، بس اللي فيها كذا حبوب صغيرة تحت الجلد مرة مرة حلو لها، عرفتي؟ ما في نسبة تقشير، وحتى ينفع أحس البشرة الحساسة. هذا مرة قوي بس رائع 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 رائع، يا كثر الإعي رائع حقتي، بس إنه من قلب.